احتفالا بعيد الميلاد المجيد أنيرت أكبر شجرة لعيد الميلاد في حلب في ساحة العزيزية بحضور فعاليات شعبية ورسمية ودينية. إضاءة هذه الشجرة اليوم في عيد الميلاد ما هي إلا رسالة محبة للعالم أجمع، رسالة فرح، رسالة أخوة، رسالة عيش مشترك، وما هو إلا تأكيد على انتصار سوريا قريبا إن شاء الله بفضل صمود كل أبناء الوطن خلف بواسل جيشنا العربي السوري، خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد. هذا الانتصار اللي تحقق بهمة جيشنا العربي السوري والقيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس دكتور بشار الأسد، لذلك منقول للجميع لا هن بحلب كل عام وانتم بخير، ولا هن بسوريا كلهم كل عام وانتم بخير، لجيشنا الباسل اللي رح يحقق الانتصار المستوى كل الجغرافيا في سوريا كل عام وانتم بخير، وان شاء الله النصر قريب على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، كل عام وانتم بخير. هذا الانتصار تم بوحدة شعبنا ووحدة حياتنا وإيماننا أن هذه الأرض هي أرض مقدسة، وبإيماننا أن هذا السلام الذي سيتحقق أولا في قلوبنا وعلى أرضنا سوريا. شجرة الميلاد بإنارتها هي رمز لشيء جديد رح ينور ببلدنا اللي هو ميلاد السلام، ميلاد السيد المسيح، ولابد أن يولد بقلب كل إنسان فينا شيء جديد. هذا الشيء جديد رح يوحدنا بالعمل نحو الخير العام، نحو السلام، نحو الاتحاد وبناء بلدنا من جديد. نتمنى بهالنهار الحلو الخير والسلام، يعني الأمن والأمان في كل سوريا، وإن شاء الله هالأعياد تكون بردة وسلاما على سوريا وشعبها وقائدها المفدى. نهدي هالشجرة للسيد رئيس بشار الأسد وللجيش العربي السوري، وبمناسبة الشجرة وقدوم المسيح بنقول لهم مبروك النصر لسوريا. يذكر أن الفعالية نظمتها جمعية الجيل الجديد الثقافية، حيث قامت للعام الثاني على التوالي، وتم نصب شجرة الميلاد على ارتفاع 20 متر تأكيداً على انتصار حلب وتعافيها من الإرهاب.